السلام عليكم يا بنات، بتقول حضرتك دخليها أدخل مين تاني؟ مين اللي عايز يدخل؟ نايس مين؟ نايس حاضر، دخلتها كده ماشي، دخلت خلاص. طيب اوكي، ها عاملين ايه يا بنات؟ الحمد لله ها عاملين الحمد ايه في لله النحو؟ ايه الاخبار؟ طيب في اي، خلاص احنا في اي مشكلة في اخر درس خدناه بتاع نائب الفاعل؟ في حد عنده سؤال في حاجة كده يعني؟ ها يا بنات، حد عنده سؤال او حد قابلته مشكلة في نائب الفاعل؟ طيب احنا النهاردة ان شاء الله يا بنات هناخد قراءة حرة. انا صوتي مسموع يا بنات ولا لا؟ طيب ماشي، هناخد قراءة حرة، بس القراءة الحرة دي بعد ما هنحلها هنوظفها، هنستخدمها برضو في النحو. يعني احنا دلوقتي شايفين كلنا القطعة اللي قدامنا بتتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا اللي حابة يا بنات تصور القطعة او حابة اي حاجة تصورها، تعالوا نشوف القطعة بتتكلم على سيدنا عمر في ايه. تجلت عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعظم تجل في ميادين الإدارة، فقد ضبط نظم الدولة الإسلامية وأحكم إدارتها بالرغم من أن الدولة وقتها كانت مترامية الأطراف وكانت وسائل الاتصال فيها بطيئة تماما. وقد كان عمر رضي الله عنه يستعين بولاية لإدارة الولايات البعيدة. ومن أهم شروطه في الوالي القوة والأمانة، الهيبة مع التواضع، الرحمة بالناس، فما أعظم الخليفة عمر. القطعة واضحة ولا مش واضحة؟ هيا يا بنات، واضحة ولا مش واضحة؟ القطعة واضحة. طيب في واضحة كلمة، في كلمة من الكلمات مش مفهومة المعنى، عشان احنا دلوقتي هنشتغل جمع وهنشتغل مفرد وهنشتغل صح وغلط، فتبقي فاهمة الجملة. مثلا عندي واحدة اتفضلي. هي أنا معناها أعظم جنة عايزة كلمة ايه يا حل؟ عايزة كلمة ايه؟ مكتوب ميادين الإدارة في ميادين الإدارة، الكلمة اللي مش مفهومة ايه؟ معنى كلمة ايه؟ ميادين؟ اللي كانت بتتكلم، ها بنات قولي عايزة أعرف معناها ايه معنى ايه؟ قولي لي ايه الكلمة اللي انت عايزة تعرفي معناها؟ ميادين عايزة تعرف معنى معنى كلمة، ميادين معنى كلمة ميادين يعني في مجالات الإدارة. الميدان، الميدان هو المجال، المجال اللي بشتغل فيه. طيب القطعة بتتكلم عن سيدنا عمر، تعالوا نشوف الإجابة، اختار الإجابة الصحيحة ما بين الأقواس. اللي هتجاوب لو سمحتوا قبل ما تجاوب تقول لي الأول هي مين؟
طيب تعالوا نشوف كده. معلش ها أنا آسفة، هو في بنت اسمها سما عارفة تدخل ما دخلتها، دلوقتي؟ دخلت كل اللي موجود عندي كله، دخلتكم كلكم يا بنات. طيب تعالوا كده نشوف جمع الخليفة. ها يا بنات، عندي الخلفاء ولا الخلائف ولا كلاهما صواب؟ يعني كلاهما صواب، يعني الاثنين صح، نختار انهي؟ ولا مين اللي هتجاوب؟ مين اللي هتجاوب؟ مين اللي هتجاوب؟ مش فريد يلا يا فريدة. جمع خليفة، ايه؟ جمع خليفة خرافات. يعني يا فريدة بتقولي انك انت هتختاري الاولانية بس هي اللي صح، لكن الخلائف دي غلط. لا ده مش مظبوط، الخلفاء جمع خليفة صح، والخلائف جمع برضو خليفة، يبقى المفروض لما اجي اختار كلاهما صواب عشان الجمعين صح. طيب مفرد الولايات، مفرد الولايات. ولاية ايوه برافو، الولاية هختار اللي في النص صح. طيب تعالوا نشوف صح وغلط. طبعا الصح والغلط هيبقى على حسب الفقرة اللي قدامي، فأنا لازم أرجع للفقرة بعد ما أقرأ السؤال. ضبط سيدنا عمر نظم الدولة الإسلامية، صح ولا غلط؟ نرجع للقطعة. هاي يا بنات بس انا عارفة، انا اتفضلي. منى كمان، ها أول واحدة قالت أنا عارفة تجاوب، انا أعتقد دي منى صح؟ ها صح. يلا صح، برافو عليكي. اتنين، لم يستطع سيدنا عمر إحكام إدارة الدولة لأنها بلاد كانت مترامية الله، الأطراف. ها مين اللي هتجاوب؟ ها صح ولا غلط؟ غلط غلط، غلط. لأن سيدنا عمر استطاع أن يحكم إدارة الدولة. طيب رقم جيم، احنا في جيم واحد، ما اهم شروط الوالي كما فهمت من الفقرة؟ يعني سيدنا عمر لما كان بيختار والي على اي ولاية من الولايات، سيدنا عمر كان حاطط مجموعة من الشروط. ايه الشروط؟ موجودة في الفقرة. القوة والمانة برافو، القوة برافو، والهيبة الامانة، مع رحمة الناس. رحمة بالناس. أيوة، القوة والأمانة والهيبة مع التواضع والرحمة بالناس، دي صح. طيب رقم اتنين، ماذا سيحدث إذا اقتدى أفراد المجتمع بالصحابة الكرام؟ السؤال ده بقى مش موجود في الفقرة، ده هيتجاوب من خلال إيه بقى؟ من خلال الفهم، مش موجود. لو احنا بقى جينا عملنا، لو احنا عمل لو افراد المجتمع كلهم اقتدوا بالصحابة، عملوا زي ما الصحابة كان بيعملوا، تفتكروا ايه اللي هيحصل عندنا في المجتمع لو احنا عملنا زي ما الصحابة بيعملوا؟ ها ايه اللي هيحصل في المجتمع؟ معلش اللي هتجاوب تقول اسمها او تعرفني هي مين. دو وبتاعي كان مكتوب حاجات كده. واحدة بس يا بنات اللي تجاوب عشان أسمع، وبعدين اللي عايزة تكمل تبقى تكمل، واحدة بس اللي تجاوب عشان أسمع. ها مين اللي هتجاوب؟ أنا اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. الإسلام ها والتواضع ها القوة، يعني انت عايزه تقولي انت وهيبقى في مجتمع ايوه اه طيب ماشي، مين اللي عايزه تكمل عليها؟ هنكمل صح، هي بتقول هيبقى المجتمع مجتمع قوي. طب ماشي كويس قوي، مين عايزه تكمل؟ تريميست
هقولي ايه تاني؟ ها ايه اللي هيحصل في المجتمع؟ تطلب الدولة الإسلامية وينتشر الحب والألفة بين الناس. جميلة إجابتك، شاطرة، جميلة. ينتشر ايه؟ صح، تقوى الدولة الإسلامية وينتشر الحب والألفة بين الناس. برافو عليكي، حلوة جدا جدا. اسمي يارا. يارا، شاطرة يا يارا، برافو عليكي حبيبتي. طيب تعالوا بقى نحط سؤال خاص بالنحو. احنا اتفقنا كده خلاص، احنا حليناها على انها قراءة حرة. تعالوا بقى نعمل سؤال النحو على القراءة الحرة. اول سؤال هنعمله في النحو سؤال الاعراب. انا عايزة اعراب كلمة عبقرية. اول كلمة في السطر، تجلت عبقرية عمر. انا عايزة اعراب عبقرية. ها برضو واحدة واحدة كده تجاوب. اعرب عبقرية ايه؟ يلا يا جنى، جنى ابراهيم. يا زهر عندي، مش عارفه زهر عندي ليه. ها ايوه يا جنى. عين ستعرف فاعل. برافو، بس عايز اعرب بس اللي تعرف يا بنات تعرب الاعراب كامل. ممكن كامل تعربه كامل، يعني ما تقولش فاعل وتسكت، لا تقول لي فاعل مرفوع وتكمل الاعراب. يلا يا جنى كملي الاعراب. ها هسمعك يا جنى. ايوه يا جنى. بنات هي جنى معايا ولا مش معايا؟ بنات موجودة. طب انا عايزة جنى ابراهيم كان بتجاوب، عايزاها بس تكمل الاجابة عشان انقل على كلمة تانية. ايه يا جنى؟ طب واضح ان جنى مش سامعة. حد يجاوب عبقرية بس اعراب كامل. سلام اتفضلي. ها فاعل مرفوع علامة رفعه. برافو عليكي حبيبتي. طيب عايزه اعراب الكلمه الثانيه، عايزه اعراب كلمه الدوله. بس انا عندي القطعه فيها اتنين الدوله، عندي الدوله الاولى. هقول لكم انهي واحده انا عايزاها. عندكم نظم الدوله وعندكم بالرغم من ان الدوله. لا انا عايزه الدوله الثانيه، الدوله الثانيه مش الاولى، اللي في اخر السطر مش اللي في اوله. انا عايزه دي أن الدولة دي اللي أنا بعمل عليها السهم ديت. ها أعرب الدولة دي إيه؟ أن الدولة. مين اللي هتجاوب؟ ميس العرف. يلا قولي حبيبتي، قولي. ها أنا مش متأكدة بس هقول يعني. مش مشكلة، قولي. بعد كده أن. أيوه برافو عليكي، اسم أن منصوب وعلامة. برافو عليكي، اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. برافو عليكي. طيب ناخد كمان إعراب كلمة بطيئة في السطر اللي بعديها. وكانت وسائل الاتصال فيها بطيئة. عايزة إعراب بطيئة. وكانت وسائل الاتصال فيها بطيئة. عايزة إعراب بطيئة. خبر كان. مين اللي بتجاوب؟ معلش عايزه اعرف مين. يارا. يلا اتفضلي يا يارا. خبر كان. شاطره يا يارا. منصوب وعلامه نصبه الفتح. ممتازه يا يارا، برافو عليكي، برافو عليكي يا يارا. بطيئه صح، خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. فاضل كلمه الاتصال، الكلمه اللي قبليها وسائل الاتصال. اعرب الاتصال ايه؟ اعرب الاتصال ايه؟ حد غير يارا بقى. انا ممكن انا اختار من عندي هنا. اختار. فين ملك بهاء؟ ها ملك بهاء سمعاني؟ ملك بهاء سمعاني؟ يلا يا ملك. ايوه اتفضلي. اعراب الاتصال.
اعراب اتصال. وسائله الاتصالي، اعربها ايه الاتصال؟ مضاف اليه برافو يا نكرة. ملك، بس هتكملي هتكملي لحد الاخر. مضاف اليه ماله؟ مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسر. برافو عليك. يا ريت يا بنات، واحنا يا ريت يا ريت تكتبوا الاجابات دي، عشان تكتبوا الاجابات يعني، لان سؤال النحو مش موجود عندي، مش مكتوب هنا. انا عاملاه على الايه، على القطعه، علشان ما حدش ينسى النحو. فيا ريت كل كلمه نعرفها انت عندك، لو انت مصوره القطعه او لو انت نقلتي القطعه زي ما انت عايزه، تكتبي كلمات الاعراب اللي احنا عربناها مع بعض. طيب تعالوا نستخرج بقى. الاستخراج جميل قوي، وحاجات سهله جدا، وحاجات خدناها قبل كده. عايزه كلمه بها الف وصل، كلمه بها الف وصل. انا اختار، انا من عندي ثواني كده اختار بنوته غير بقى نشوف كده. طيب انا عايزه مين؟ ثواني، فين سلمى؟ فين سلمى يا بنات؟ سلمى سامعاني يا سلمى؟ سلمى سامعة؟ طيب سلمى مش سامعة. طيب أنا عايزة سارة عكاشة. سارة؟ أيوة. اتفضلي يا سارة، كلمة بيها ألف وصل. ألف وصل؟ آه يا سارة. سارة انتوا نسيت الوصل والقطع، تحب ممكن اقوله بسرعة كده عبارة عن ايه؟ هيا سارة. سارة عكاشة. سارة انت سامعاني؟ طب يا حبيبتي اديني كلمة فيها الف وصل. يا بنات الف الوصل هي الالف اللي بتبقى في أول الكلمة ومفيش عليها همزة خالص، يعني أي ألف ولام تعتبر ألف وصل. أيوة يا سارة بقى. ها؟ الدولة. معلش يا سارة ما سمعتش. الدولة. الدولة، برافو عليكي. طب أنا عايزة كلمة بها همزة قطع. طبعا أكيد طالما قلت قطع، القطع عكس الوصل، الوصل الهمزة مش مكتوبة، لكن القطع تبقى الهمزة مكتوبة. أنا هختار واحدة من الأسامي اللي عندي. ثواني، جنى سمير. جنى سمير سامعاني ولا لأ؟ أيوة سمعتك. اتفضلي يا جنى، اتفضلي يا حبيبتي. همزة قطع. أعظم. برافو يا جنى، ممتازة. طيب الاستخراج اللي جاي بقى حاجة قديمة شوية كده واحنا صغيرين، بتاع سنة تالتة ابتدائي. هو سهل جدا بس، وهتعرفوه كلكم، بس انا جايبة حاجة قديمة شوية عشان نعرف ان النحو كله له علاقة ببعضه. مين يقول لي انا عايزة استخراج اسلوب تعجب؟ عايزة اسلوب التعجب، ده خدتوه وانتوا صغيرين قوي، ده سهل جدا. انا عايزة حبيبة حسام. حبيبة حسام لو موجودة. أيوة. اتفضلي يا حبيبة. فما أعظم الخليفة عمر. برافو يا حبيبة، ممتازة. فما أعظم الخليفة عمر، وعندي في الآخر علامة تعجب، عشان كده هو سهل قوي. طيب تعالوا نستخرج بقى حاجة خدناها في سنة ستة. دي من حاجات سنة ستة، يعني مش بعيد قوي، يعني لسه يعني من سنة وشوية مثلا. عاوزة نعت، عاوزة استخراج نعت. أنا عايزاكوا تبصوا كويس في القطعة عشان تعرفي تستخرجي النعت. النعت يا بنات اللي هو الصفة، أنا بوصف حاجة. طيب أنا هختار واحدة ونشوف، لو أنتوا ناسينه هعدلكوا عليه برضو. استنوا كده أشوف بس حد كده، ثواني أجيب من تحت شوية. تعالوا نشوف، أنا عايزة سندس حسام. سندس،
اتفضلي يا حبيبتي. بطيء. انا بس مش شايفه يا سندس، معلش. فين؟ بس السنه البطيئه. فين يا سندس كده؟ معلش مش عارفه انت بتتكلمي. كلمه بطيئه هي النعت؟ لا، احنا بطيئه من شويه عربناها انها خبر كان، ما ينفعش تكون نعت. يا بنات النعت ليه شروط، من شروط النعت انه يتطابق، نسمع بس وبعد كده نجاوب، انه النعت يطابق ما قبله يبقى زي اللي قبله في كل حاجه في الاعراب، مذكر او مؤنث. فين يا حبيبتي؟ استني بس، في مترامية الاطراف. انا هشوفها هي فين. انت قصدك يا سندس قصدك الاطراف، صح؟ انت قصدك كده يا سندس؟ لا يا سندس، هقول لك ليه. انا قلت من شروط النعت انه يتطابق يبقى زي اللي قبله في كل حاجه، يعني الف ولام يبقى الاثنين فيهم الف ولام، الاثنين معرفه او الاثنين نكره، وده اهم شرط، اهم شرط من شروط النعت ان هم يكونوا الاثنين معرفه او الاثنين نكره. فانت عندك هنا يا سندس ما ينفعش الاطراف، الاطراف معرفه ومتراميه نكره، يبقى انا ما ينفعش، خلاص الشرط باظ، فده ما ينفعش. طيب نشوف حاجه تانية يا بنات، نشوف كده. مثل عارفه اتفضلي يا حبيبتي. طب اتفضلي، انا عايز اول واحده كلمتني. اول واحده مين؟ انا فريده. اتفضلي يا فريده، اتفضلي يا حبيبتي. قصدك ميس قلتي لازم بقى لازم اولهم ادب، صح؟ لازم ايه؟ لازم مشابهه اولهم ادب. لازم مشابهه بعض. ايوه يا فريده، ايوه. اظن القوه والامانه. طب يا فريده تعالوا نفهم، نفهم برضو. انا مش مشكله اللي هتغلط، عادي جدا، فرصه عشان نراجع، فرصه. طب اجابه فريده صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف. فريده بتقول، حاضر يا ملك، ثواني يا ملك، اديني فرصه يا ملك، خليكي تجاوبي ثواني. خلينا بص يا فريده، انت قلتي القوه والامانه. طيب القوه والامانه في بينهم واو، ما ينفعش، لان النعت والمنعوت ما فيش حاجه تفصل بينهم، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. النعت يكونوا اسمين متطابقين في المعرفة والنكرة ولا يفصل بينهما فاصل. أظن كده الموضوع واضح. ملك بهاء كانت رافعة إيدها تجاوب. ملك بهاء. يا ملك البعيدة. أيوة يا برافو يا ملك. البعيدة نعت، صح، برافو يا ملك. ليه بقى نعت؟ ليه كلام نعت؟ ليه كلام ملك مظبوط؟ هقول لكم ليه. هقول لكم اول سبب، الاثنين فيهم الف ولام. السبب الثاني، مفيش حاجه بتفصل بينهم. السبب الثالث، ان المعنى ينفع. يعني ايه المعنى؟ المعنى فيه وصف. ازاي؟ انا وصفت الولايات بانها بعيده مش قريبه. طالما المعنى فيه وصف والشرط مظبوط يبقى ده نعت. طيب انا كانت في واحده رافعه ايدها دلوقتي، انا شفتها، كانت حد تاني ترفع. مين تاني يا بنات كان رافع ايده؟ بس عايزه مين تاني؟ بونيس. مين غير ملك؟ كان حد رافع ايده غير ملك؟ ايه، انا كنت رافع. رقيه دي رقيه صح؟ انا عارفه صوت رقيه كويس. رقية تعرفي تجيبي لي نعت تاني غير البعيدة؟ في نعت تاني على فكرة، في اتنين كمان نعت، في اتنين نعت. أنا عايزة أدربكم على النعت عشان ما تنسهوش. عايزة واحدة كمان. أيوة سما إسلام، تراها هي دي. طب هسمع رقية وبعدين سما إسلام. ها رقية، تعرفي تجيبي نعت تاني غير البعيدة يا رقية؟ لا. الإسلام. برافو يا رقية، الإسلامية، برافو عليكي. سما إسلام، في نعت كمان تاني يا سما، لو انت رافع ايدك عشان انت عارفة، لو انت عندك نعت تاني يا سما ممكن تقولي لي. سما إسلام، ها يا سما، عندك واحدة كمان؟
تاني ايه يا سما؟ معلش بس الصوت عندك عندكم انتوا بيقطع، فلو اسمع كده. بتقول لحضرتك سجلت رقية الإسلامية. ما خلاص هي إسلامية قيتها رقية. طب زينة، زينة رفع ايدها. يلا يا زينة. بس مش مش مشكلة، مش مهم يا جماعة متأكدين أو لا، مش مشكلة، ما احنا بنراجع، ما فيش مشكلة. هيا يا زينة قولي يا زينة كده معلش. الأطراف قال ايه؟ مش سامعة. قال ايه؟ الأطراف. لا الأطراف ما تنفعش، ما انا قلت لازم يكونوا الاتنين معرفة او الاتنين نكرة، فالأطراف ما تنفعش. طيب عارفة مين اسمها؟ طب قولي قولي اللي عارفة بسرعة دي قولي. ها كلمة ايه؟ قولي تاني معلش عشان الصوت الصوت قطع. قولي تاني كده. تماما. تماما، برافو عليكي، بطيئة تماما، صح، الاتنين نكرة، برافو عليكي. طب ناخد حاجة كمان ودي اخر حاجة، فعل صحيح. طبعا انتوا فاكرين لما كنا بناخد في الترم الاولاني الفعل الصحيح والفعل المعتل. افكركم بسرعة كده، الفعل المعتل اللي فيه حروف علة، والفعل الصحيح ما فيهوش حروف علة. طب مين شاطرة فاكرة؟ مين شاطرة فاكرة ايه هي حروف العلة؟ يلا. اول الف. مين فاكرة؟ ها انا الالف ايوه الالف والوا والايه والواو. برافو. برافو عليك. والياء. صح. تعالوا بقى ندور على فعل صحيح، واحد صحيح وواحد معتل. يلا يا بنات. ها اي واحد؟ مش مشكله تطلعوا انهي الاول. اي واحد؟ ها جنى سمير رفع ايدها، اتفضلي يا جنى. سامعاكي يا جنى، اتفضلي يا حبيبتي. ها يا جنى، جنى هتجيبي المعتل الاول ولا الصحيح الاول؟ هيا يا جوجو. هيا جنى. جنى سمير سامعاني؟ طيب زينة. طيب اللي ها اللي ممكن تكون جنى مش سامعه او الصوت مش واصل لها. طيب مين هتجاوب؟ ها نطلع الفعل الصحيح الاول يا بنات. ها مين هتقول؟ ها وانا عارفه بعد الله. طب اتفضلي قولي، اتفضلي قولي وبعد كده نقول صح ولا غلط. اتفضلي. دوبي. ها ضبط. ايوه صح، ضبط فعل صحيح، كويس قوي. عايزه بقى معتل يا بنات؟ واحد معتل. ها اخر حاجه المعتله خلاص. مين اللي هتجاوب المعتل؟ يا اتفضلي. ها يلا يا منى، اتفضلي يا منى. مين سؤال بس فكره قوي اللي هي مش مشكله منى، الفعل المعتل بيبقى فيه حرف من حروف العله، واو او الف او ياء. هيا يا منى. كانت انا مستم... كان ايه قولي تاني. قولي يا منى تاني كده عشان انا ما سمعتكيش كويس. كان. برافو عليكي يا منى، كان فعل معتل صح، وضبط فعل صحيح، برافو عليكم. طيب كان اخر حته صغيره بقى عشان لو قبل ما يقطع النت. الافعال الصحيحه استنوا بس، الافعال الصحيحه ليها انواع، والافعال المعتله
ليها انواع. كنا بنقول لو حرف العلة لو في النص يبقى اسمه اجوف، حرف العلة لو في الاول يبقى اسمه مثال، حرف العلة لو في الاخر يبقى اسمه ناقص. انا بقى احنا ها. طيب منى قالت كان، كان معتل، معتل نوعه ايه؟ حرف العله في النص يبقى ايه يا منى؟ لا اللي في النص، اللي في النص اسمه اجوف، واللي في الاول اسمه مثال، واللي في الاخر اسمه ناقص. يبقى منى كان انهي نوع من الثلاثه؟ هو لا بالظبط سبب تقفل. هيا ها هيا منى اجوف صح. طيب انواع الفعل الصحيح، انواع الفعل الصحيح كان عندي سالم ومهموز ومضاعف. المهموز ان يكون فيه همزه، الف عليها همزه في الاول او في النص او في الاخر. المضاعف ان يكون، ان يكون فيه فعل عليه شده، ان الحرف عليه شده. اللي ما فيهوش ولا كده ولا كده يبقى اسمه فعل سالم. طيب ضبط اللي انتوا طلعتوها ضبطه هتبقى سالم ولا مهموز ولا مضاعف؟ هيا يا بنات سالم. برافو عليكم سالم. كده خلاص اسم ملك بهاء رفع ايديها. قولي يا ملك، عايزه ملك عايزه تسال سؤال عشان احنا كده خلصنا. قولي يا ملك. يا ملك معلش صوتك بيقطع لك. ملك صوتك بيقطع يا ملك. انا متلخبطه ما بين السليم والاجوف. اه انت متلخبطه، انت متلخبطه يا ملك ما بين انواع الفعل المعتل. اه بصي يا حبيبتي، حرف العله لو في الاول يبقى اسمه مثال، حرف العله لو في النص يبقى اسمه اجوف، حرف العله لو في الاخر يبقى اسمه ناقص. يعني يعني منى طلعت كان حرف العله في النص يبقى اجوف. طيب لو حرف العله في الاول زي وجد، وجد او وصل يبقى ده مثال. طب حرف العله لو في الاخر زي سعى او قضى او دعا يبقى ده فعل ناقص. كده هم دول الثلاث انواع بتوع الفعل المعتل. ماشي يا بنات كده خلاص. انا في فعل مش عارفه اجيب اصله اللي هو ايه اعرف. قوله لي بسرعه كده قبل ما النت يقطع عندي. يستعين. فين يا ماما انهي فعل؟ يستعين. يستعين. الاول هاتي الفعل الماضي من يستعين عشان انت عايزه تجيبي اصله. هاتي الماضي كده بتاع يستعين. استعان. استعانه. طيب استعانة فعل ماضي بس كبير شوية، صغريه كده، صغريه. ممكن استعانة دوت ممكن أصغره فتبقى كلمة إيه؟ عانة. تبقى عانة. عانة صح، تبقى عانة. حرف العلة فين؟ في النص. في النص. يبقى دوت معتل أجوف بس كده. خلاص يا بنات ان شاء الله الحصه الجايه برضو عندنا قطعه تانية زي دي وبرضو عليها نحو. خلاص يا بنات ان شاء الله. ماشي ماشي يا بنات. لو في اي استفسار او اي حاجه ابعتوا على الجروب. اتفقنا؟ ماشي حبيبي. يلا ماشي حبيبي. سلام عليكم. مع السلامه. باي. سلام. باي.